السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. برحب بأستاذة روعة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا النهاردة في مفاجأة كبيرة، أستاذة روعة هتقدم لنا الحلقة كلها كاملة عن العروسة، ودلوقتي هنشوف أحسن فيديوهاتها وأحسن الأعمال اللي هي بتعملها وأحسن العرايس اللي بتخرجها من تحت إيديها. بعد ما شفنا شهادات أستاذة روعة خبيرة التجميل الجميلة، نتعرف بيها من تاني ونتكلم معاها عن شغلها وعن الشهادات اللي هي بتاخدها في شغلها. أهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك يا استاذه وفاء. كلمينا عن الشهادات الكتير اللي حضرتك بقى واخداها دي. اجتهاد ممكن تكلمينا طيب اجتهاد عن المجالات اللي خدتي فيها الشهادات دي؟ الحمد لله. في البروتين، في تمام تطبيق البروتين، صح، تمام في العناية بالشعر تمام اخدت الحمد لله شهادة ان والميداليات انا ميك اب والمهرجانات ارتست. دي. المهرجانات دي ببقى داخلة عاملة اشوف فيها، ببقى مثلا مقدمة عروسة، ابقى مقدمة، يعني ابقى عاملة حاجة وداخلة مسابقة فيها، فباخد ميدالية، باخد شهادة تقدير، الحمد لله، يعني باخد مكافآت الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. طب حضرتك بقى النهاردة هنستغلك عشان تفيدينا بقى في كل الحاجات اللي حضرتك خدتيها دي.
تستغليني ازاي؟ هسألك عن كل حاجة، بس الأول عايز أعرف شغلك وتفاصيل عن المكان بتاع حضرتك الأول. حضرتك في حلقة كده قلتي بدي كل العيش، بدي بدي العيش العيش لخبازه لخبازه. والكلام ده، كلمينا بقى عن الكلام ده كله. بصي، هو الحمد لله انا بقالي طبعا سنين في المجال ده، أيوه بس انا حابه ان السنتر بتاعي يبقى مميز. هو مميز الحمد لله في حاجات كتير. أيوه اولا هو المحجبات بس، تمام. ودي لوحدها ميزه كبيره جدا. وممكن أخش وأطلع يعني تمام بصي، التمام كده. انا اي واحده بتخش عندي بتقولي انا حاسه انا داخله بيتي، مش طب داخله كوافير إن هو او ما مكان مقفول وسيدات بس، سيدات بس، هو اصلا يعني هو محجبات بس. فانت أمال إزاي بيتها طيب؟ هي بقى بتخش بترتاح، بتقول انا حاسه ان هو بيتي يعني. ببقى ده اهم حاجه معتمد على العامل النفسي، متخصصات التجميل اللي معاكي اهم ولا حاجه على لا العامل حضرتك النفسي الاول. يعني العامل النفسي، انت بتخشي المكان ترتاحي ترتاحي له؟ فيه. بنستقبل طبعا العامله كويس جدا، بنرحب بيها، بنقعد نتكلم معاها الاول. حضرتك نفسيا والمتخصصات بنهيئها ولا نفسيا، المتخصصة بس اللي هي هتتكلم معاها؟ اللي اي حد هيقابلها، اي حد هيقابلها، ما هم كلهم هيقفوا طابور ويقفوا يرحبوا بيها. لا هي ما بتخش، مين اللي بيقابلها؟ دلوقتي بتعرضي، بنعرض اه ده الصور بتاعت دي شغل يا حضرتك. دي يا جماعه الصوره ديت. في ناس كتير قوي لما بيخشوا السنتر يقولوا لي مثلا احنا عايزين نعمل وشنا وحواجبنا، النمس فطبعا لعن الله أيوة. النمسه والمتنمصه. فاحنا طبعا شغلنا شغل يعني بنراعي تراعي ربنا. الحمد لله. فكله بيسأل يعني ايه تشقير، يعني تمام، ايه تشقير دي حواجب. صور للتشقير لا حضرتك. احنا، لا احنا عايزين نرجع للتشقير تاني. نرجع للتشقير. اه بصي، الصوره دي يعني لما بوريهم الحاجب كانه تمام، معمول، انت بتشقري ليه؟ عشان ده خاطر بيخفي يعني الزيادات. بصي يا حبيبتي، شايفه الصوره من فوق تمام الحاجب بالشعر. تمام طب احنا عندنا حلول تانية غير ان احنا نشيل الشعر ده، تمام احنا بنشقره. يعني هو كده ما تشالش في آخر لا صورة دي. هو ما تشالش. بصي انا هو موضحه، كده اول صوره تمام. الحاجب زي ما هو، تاني صوره انا حاطه التشقير، تالت صوره بعد التشقير خالص كانه معمول بالظبط. بس احنا ما عملناش نمص ولا اتلعنا ولا خرجنا الحمد لله من رحمه ربنا، ولا عملنا حاجه تغضب ربنا. وشكل الحاجب كمان شكله طبيعي جدا، ما مش باين اصلا يعني، ما مش باين فعلا. فدي انا مصوره الصور دي عشان لان في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه تشقير البنات ما اصلا، تعرفش حاجة ما زي كده. تعرفش يعني ايه تشقير. لما ايوه اقول لهم انا هعمل لكم تشقير، اكيد هستغرب، تشقري حواجبي اه ليه؟ تقولي ايه ده، انا مش عايز حواجبي صفرا، مش عارفه جوزي مش عارفه ايه. لا انا مش، لا انا مش ماليش دعوه بحاجبك، انا ليا تمام. دعوه اللي حوالين حاجبك اللي انت جايه عشان تشيليه ايوه كده انتي خفتي خالص. كده. هو زي ما انت شايفين في صوره تانية برضو تقريبا زيها بالظبط، بس حاجب تاني يعني. تمام. لا لا مش دي. دي كنت عامله شوف مهرجان ميك اب، بس هما الصورتين دول يعني قبل وبعد، ف الميك اب بس. ايوه، ده مهرجان برضو حضرتك كنت واخداه. عامله شو برضو. او طبعا عفوا. الناس كلها عندها برد، البرد بقى معلش باين على شكلي اصلا. واخده شهاده انا برضو ان انا الحمد لله ميك اب ارتست. تمام، نقلب الصورة ولا حضرتك هتقولي اي كومنت عليها؟ دي عروسه يا جماعه بقى، يعني لو عرفنا ناخد زوم كده على الوش قبل ما يتعمل ملاحظة الوش، في حبوب في حاجة، هو الوش ده كله حبوب بس هي كله. زي القمر برضو ما شاء الله، بس لا هي هي المشكلة قمر، في الله اكبر الحبوب. عليها، ايوه. هي قمر الله اكبر عليها. او بس الصورة التانية يعني دي قبل الميك اب على طول مش ايوه قبلها بفترة. لا لا هي لابسه لابسه مكتوب اهو، وانا في الوقت اللي انا كنت حطيت لها حتى العدسات، تمام بس صورتها قبل وصورتها بعد. تمام تمام زي القمر ما شاء الله. هي اصلا يعني ما شاء الله. فان احنا نخفي الحبوب بالطريقه دي حاجه مش سهله على فكره برضو. باين جدا على فكرة، لو في زوم هتعرفي دلوقتي. ده هنا ايه ده؟ عندي في السنتر بعمل تنظيف بشره، تمام. فطبعا لازم انت زي ما انت شايفه انا مغطيه شعرها، مغطيه يعني عشان محدش يعرفها. وكده كده انا لما بعمل البخار بغطي العين عشان غلط. هنا ايوه بنعمل عندي في المركز تنظيف بشره، تنظيف بشره كامل، كامل. بنشيل تقريبا اول طبقه وبننظف البثور يعني بصي بتخرج كانها حد تاني. هي الجلسه ممكن تقعد من ساعه ونص لساعتين. تمام. طب صورة تانية، دي اه العروسة دي برضو هي اللي العروسه، فاتت. اه هي نفس ايوه العروسه.
طيب عايزة بس أكلم حضرتك في حاجة معينة، اتفضلي يا حبيبتي. لو في عروسة جاية لحضرتك بتحجز قبلها بقد ايه؟ يعني مثلا العروسه دي، لا العروسه اللي قبل دي كانت حاجزه قبلها بشهرين، لان كان عندها مشاكل كتير جدا في البشره، هي تقريبا بشرتها كده كانت اتصلحت كمان. وكان عندها مشاكل في الشعر، كان عندها كان شعرها فيه تساقط جامد جدا. تمام. فالحمد لله قلت لها تمشي على مجموعه عنايه الافتر كير، تبعد عن اي الشامبوهات فيها صوديوم او ده، مش عشان هي عامله بروتين، هي احنا عملنا بروتين بس لازم، هي صحيا اي شعر ما ينفعش يستعمل اي والكلام شعر ده له، يسري على اي عروسه تجيلك قبلها هو بفتره. يسري على اي حد. انا بتكلم دلوقتي على مجموعه افتر كير دي، لازم اي حد فينا يستعملها، بنت صغيره بنت كبيره واحده ست مش شرط البروتين لا لا عشان لا لا مش استعمله. شرط البروتين. ليه؟ لان انت بتغسلي شعرك بحاجه ما تمام فيهاش سلفات ولا صوديوم، تمام فدي اهم حاجه، لان الحاجات دي بتعمل كلها تساقط. تمام فهي الحمد لله جات لي، هي كانت يعني مستوعبه جدا، بتسمع الكلام جدا جدا. دي عروسه منتقبه بس ما ما شاء ينفعش الله طبعا، ما ينفعش ما شاء اجيب الله. قبل طيب تقدري تكلميني ايه اول حاجة دي. بتجهزي؟ العروسه دي انا كنت في مهرجان فيها، كنت داخله فيها بيها مسابقه ايوه. في مهرجان كبير يعني. طيب ايه اول حاجة بتجهزيها في العروسة؟ يعني اول ما مثلا بتتفق معاكي قبلها ب3 شهور او بشهرين، بشرتها وشعرها، دي اول حاجة بتبدأي تجهزيها، بشرتها وشعرها مع بعض، نظام علاجي كورس علاجي كده بتدولها كورس بتمشي عليه. علاجي، فيتامينات، وتغسل شعرها بافتر كير، لو تمام محتاجه فيتامينات لشعرها تاخدها، تمام محتاجه فيتامينات لوشها بتاخد، تمام بطلب منها تحاليل. انا مش دكتوره بس احنا بنتعامل زي الطبيب بالظبط، ان احنا بنعالج تجميل اللي بره. طب لو واحدة بقى جاتلك خلاص قبل الفرح بحاجات بسيطة، دي بتتعاملي معاها ازاي؟ بتعامل معاها على حسب المساحه المتاحه ليها، يعني هقول لها لا ما تتجوزيش ولا لا امشي، لا لا لازم يعني انقذ ما يمكن انقاذه. طب كلمينا بقى عن موضوع بتدي العيش لخبازه ده، قولي لنا ايه الاخصائيات اللي عند حضرتك، بيعملوا ايه كده بصي يا حبيبتي، اسمائهم؟ انا عندي اهم حاجه العروسه، تمام العروسه دي لازم اهيئها نفسيا وبدنيا وجسديا، بصي لازم اصلح لها كل حاجه. فانا ببتدي معاها بالبشره، تمام طبعا الشعر بقول لها مثلا فيتامينات، او يا ريت لو هتعمل تحاليل بقول لها تعمل تحاليل، بتاخد طبعا فيتامينات للمناسبه. تمام شعرها ده لازم يصلح، لو هتعمل بروتين ولا حاجه قبلها ب 15 يوم. تمام بشرتها طبعا بعمل لها جلسات تنظيف على طول، ترطيب على طول، لو في حبوب بنعالج الحبوب طبعا. قبل الفرح بقى بحوالي شهر كده بفضل ان احنا بنعمل جلسات مساج عندنا في ايوه احكي لنا السنتر. بقى عن حاجه حاجه كده، وفهمينا ايه موضوع المساج وايه موضوع البخار والحاجات المغربيه والكلام اللي عند حضرتك ده، والسودان قبل الحلقه وشويه القاهره، كل ده مجمع عندك؟ انا بحب زي ما قلت في كل حلقه اقول انا بدي العيش لخبازه. طب احكي لنا، طيب كلمينا الاول عن جلسات المساج، وبعد كده البخار، وبعد كده الحنة، وبعد كده البروتين، وبعد كده الصبغات، وبعد كده آخر مرحلة خالص بتخلصي فيها العروسة. انتي قلتي ان انتي هتستغليني. طب انا هستغلك جامد دلوقتي. طيب انا زي ما قلت تاني، تمام احنا بنحضر البشره، تمام لو فيها لو عايزه اي علاج ده الكلام ده يفيد اي بنوتة داخلة على جواز علشان تستفاد بقى وتعرف ايه اللي بيتعمل فيها، وهي بتبقى داخله على ايه، وتعرف هي بتمشي الخطوات عامله ازاي، ايه اللي بيتعمل وبتدفع فيها ايه، والكلام ده كله. احنا بنحضر بشرتها. تمام. إيه لو هي محتاجه طبعا طبيب، يعني في حاجات احنا ملهاش علاج عندنا، تمام إيه في حاجات احنا ما نقدرش نتصرف فيها، تمام فدي لازم طبعا بنقول لها روحي دكتور لا بقى. لا لطبيب، تمام لان احنا تجميل خارجي، تمام مش داخلي. لا احنا شغلنا تجميل خارجي، تمام. انما الداخلي ده طبيب على طول. طب كلمينا عن جلسات المساج. هي عجبتك جلسات المساج؟ لازم اعرف مين اللي ماشي، احنا بيعملها. واحدة واحدة مع بعض. احنا بنعمل تنظيف البشرة، شهرين تنظيف تمام، بشرة، وبعدين عناية ترطيب، عناية عناية بالشعر، بالشعر، قبل الفرح ب 15 يوم بتعمل البروتين، تمام قبلها بشهر او ب 20 يوم بتعمل صبغة لو هي تمام مثلا عايزة صبغة،
تمام، لان فيس هجيلك في موضوع الصبغه ده دلوقتي عشان هربطه دلوقتي بالبروتين. طيب يا شيخ، بعد كده طبعا بتعمل بقى الحاجات بتاعه العرايس، مثلا محتاجه مثلا في حمام مغربي تنظيف بدل ما تروح للجسم. بره برضو لا احنا عندنا كل حاجه، كل حاجه، والباديكير مانيكير ترك، بصي كل حاجه الحمد لله متاحه. الحمام المغربي دوت بيتعمل قبل الفرح بيوم، يعني مثلا بعد بكره الفرح تمام. بتعمل الحمام المغربي بتاعها. طب افرضي العروسه مش عايزه تيجي، يعني مش عايزه تيجي المكان، عايزه حد يجي لها، تعملي ايه؟ بنروح لها، احنا بنبعت المتخصصات. انت المتخصصات بتروح لها؟ ايوه بنروح لها، مفيش مشكله، بس التجهيزات كلها هي بتبقى عندنا. بس قبلها مثلا المكان. بكام يوم حابه ترجعي على بيتك؟ تمام. بصي هو المكان مجهز لكل حاجه، تمام. ماشي، فهي احنا بنجهزها الحاجات عندنا. الصعبه العروسه اللي هي كانت بتكون عندكم؟ العروسه اللي هي اللي انا كنت واقفه جنبها دي، تمام. دي هي متجوزه في بلد، بس كل التجهيزات كانت عندك انت، كانت وبعد كده عندي في انت السنتر. رحت لها. الحمام المغربي، تمام، الماسكات، تمام، تنظيف بشره، تمام، علاج شعر، تمام. هي دي ما شاء الله كانت يعني، عشان كده انا بجيب لازم صورتها تكون دايما. العروسه مطيعه خالص علشان تطلع لا هي احسن مش حاجه. لازم تكون مطيعه، هي لازم تكون مرتاحه، تمام، هي ارتاحت نفسيا للمكان، للي هيشتغل معاها، تمام، هي لوحدها هتبقى مطيعه ومهيئه نفسيا، تمام، هتسمع الكلام وهتبقى حابه تسمع الكلام. بعد تمام. كده انا بفضل متواصله معاهم، ما بخليش يعني انت مثلا حابه مثلا استاذه روعه هي اللي تعمل لك، ايوه، استاذه روعه ما بتاخرش عن اي حد، لكن المتخصصات كل واحده بتعمل بتقوم كل بشغلها واحده بس. بتقوم بالدور بتاعها. طب كلمينا عنهم شويه. ماشي، طب ما احنا وصلنا لحد الحمام المغربي. الحمام المغربي، ده في حد بيعمل طبعا السويت والحمام المغربي، تمام، دي في ناس متخصصة لوحدها، متخصصة لوحدها. تمام. تاني التنظيف البشرة، اي حاجة فيها حاجة علاجية انا طبعا بقوم بيها. تمام. موضوع في ناس بتحب جدا الدلك السوداني والدخان والبخار السوداني السوداني، والدخان السوداني، ويقعدوا تمام، يتلفوا بطانية. بالبطانية ونحط لهم البخور، ده تمام بنعملها قبلها بشهرين دي، تمام بس لازم هي برضو تكون بتسمع الكلام برضو وتستحمل. في ناس تمام بقى هي عارفة الحاجات دي بتعملها. ايوه، بعد كده عند بقى حضرتك برضو في المكان، لا. كل كله حاجة جوه عندي، كل حاجة عندي، من الألف للياء فعلا. كل حاجة عندي، مركز العلاج لوحده تمام وتجهيز العروسة لوحده. تمام عندك احنا بنوصل طبعا جلسات المساج دي بقى بتبقى مهمة جدا، بحب انا كده العروسة قبلها بشهر 15 يوم بالقليل قوي، ايوه، تيجي مثلا كل يومين كده، يوم ويوم، جلسة كل مساج، 3 يوم، مرتين في الاسبوع حتى، مساج بس. تعمل جلسة مساج. تمام، جلسة ده انتوا المساج دي بتدلعوا العروسة خالص نفسيا، نفسيا بتبقى مهيئة نفسيا جدا. تمام. هي مبسوطة جدا. طبعا بقى جلسات دي مفيدة للعظم جدا، معانا كابتن ايوه زينة هي اللي بتعمل جلسات المساج دي. تمام. هي متخصصة المساج في العلاج الطبيعي عامة، ما شاء الله، فحتى لو في مثلا اي وجع ده اي فعلا الم اي العيش حاجة، لحبازه عندها جدا جدا جدا. اي وجع اي الم اي حاجه كمان يعني بتظبط لها الدنيا خالص. بعمل لها جو طبعا في جلسات المساج كمان، مش بسيبها مثلا نايمه على الشيزلونج كده وضربه الضوء في عينها، لا لا، عندي اضواء بقى وعندي حاجات كده اللي جلسات المساج دي، هي يعني العميله تخش ما تبقاش عايزه بيتها تخرج، خلاص. هي ما تبقاش عايزه تخرج. انا لو جيت مش هخرج. طب بصي بقى، انا قلت ان انا هستغلك، وفي شكوى انا عايزه اسالك فيها بصراحه. الشعر الاحمر، الشعر الاحمر اللي لونه بيتغير لالوانات تانية خالص ده، وما بينزلش من الشعر خالص. طيب بصي، هو فضل ربنا طبعا، انا بعمل الصبغه الحمراء دي بطريقه معينه، تمام، ان هي ما تقرنش بعد كده. هتقولي ازاي ومش ازاي بقى، دي هي معادلات. تمام، ادي العيش لخبازه زي ما احنا بنقول. تمام. طبعا ال ادي العيش لخبازه. الحمد لله الحمد لله، انا بخلي الشعر ده بدل ما يقرنج ويقلب اورانج، اورنج، بص تلاقيه بقى موز، لون بقى الكناري كده. لا، اي لون احمر انا بعمله بيفضل ثابت ولا لا، ولا الاحمرات بينزل؟ الاحمرات بتنزل. بصي هي تمام. اي الوان، الاحمر ده اسمه لون سينمائي، تمام، الالوان كل الالوان سيلفرات والحاجات دي اسمها الوان سينمائيه، تمام، دي كلها بتنزل. دي لازم شامبو معين بيتغسل بيه، شامبو للون احمر، شامبو للسيلفر، بصي كل حاجه ليها ايه،
الحاجة اللي تستخدميها معاها، كل حاجة مرتبطة بحاجة، بس لازم اللون بينزل. ماشي تمام. تمام انا الحمد لله بفضل ربنا بعمل طريقة الصبغة اللون الأحمر ده، بخليه بعد كده يبقى بني تمام بني، ما يقلبش ولا يقرنج ولا يقلب ألوان غريبة، هي ايوه كأنها صبغت مرتين، كأنها مرة صبغت أحمر مرتين. ايوه ومرة بني. تمام. نطلع فاصل ونشوف شوية حاجات كده برضو عن أستاذة روعة الموجي، وبعدين نرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا ضيفة الحلقة أستاذة ولاء عزت، أخصائية موارد بشرية وبكالوريوس تجارة إدارة أعمال. إدارة أعمال. أهلا وسهلا. بس الأول بنكمل مع أستاذة روعة السؤال اللي فات، علشان هي ما لحقتناش تجاوبنا ولا أي حاجة كده، كلتنا كده. حضرتك قلتي إن حضرتك بقى بتبعتي الناس والأخصائيات بتوعك للعرايس. لا أنا مقولش كده، انا قلت العروسه بتيجي بتجهز بتجهز تجهيز كامل. تجهيز كامل تمام. في السنتر عندنا، وهي بتبقى حابه مثلا في عروسه بتخرج من فندق، في تمام. عروسه بتخرج من نادي، بتبعت لها بقى اللي هي عايزاه. في عروسه بتخرج من بيتها، وفي ناس بيخرجوا من عندك وفي عادي ناس ولا ايه؟ ايوه ما انا لسه بكمل، في ناس بتحب تخرج من السنتر عادي. تمام. فهي على حسب رغبتها هي. تمام. يعني بس التظبيطات كلها، كل التوضيب كله بيبقى تمام. عندنا احنا في السنتر. هي بقى بنروح بقى نلبسها ونعمل لها الميك اب بتاعها، بس هو الميك اب واللبس بس، تمام. بتخرج من هناك. ولفات الحجاب وكل حاجه هناك. ايوه بخرج العروسه، بخرج عروسه بقى. عروسه. عروسه. عروسه تمام. سماوه. تمام. بنرحب بقى بالضيفه الجميله بتاعتنا. الله يخليك. شكرا. استاذه ولاء عزت. استاذه ولاء عزت، بكالوريوس تجاره، اداره اعمال، دبلوم دراسات عليا، اداره اعمال تمهيدي، ماجستير اداره اعمال، اداره موارد بشريه. ايه الكلام الكبير ده؟ عايزين بقى نفهم ايه الكلام الكبير ده، ايه موضوع اداره الاعمال ايه الكلام الكبير ده؟ عامله ماجستير عملتي الحاجات دي كلها امتى؟ يعني انت عامله ماجستير ودراسات عليا في اداره الاعمال بس؟ تخصص اداره موارد بشريه. موارد بشريه. طب احنا بقى عايزين نفهم ايه بقى دخل موضوع الموارد البشريه في اداره الاعمال في اعمال الهاند ميد بقى اللي انت بهرانه بيها دي. واداره الوقت عم تكلميني عنها. يعني اداره وقت وازاي استخدم وقتي وازاي اعمل حاجات كتير. كل حاجه في حياتنا هي عباره عن اداره اعمال. القعده احنا قاعدينها ديت على فكره اداره اعمال، هي بحر واسع جدا، بحر واسع جدا. هي مش علم بس، هي فن وموهبه. ازاي انا اوظف الموهبه بتاعتي مع دراستي، هطلع بنتائج جميله جدا، وهعمل انتاج حلو. ازاي اطلع انتاج كبير بجوده عاليه، مش انتاج كبير باي جوده، لا انتاج كبير بجوده عاليه. الاعمال باختصار وقت كمان، يعني هو طبعا الماجستير بتاعك في اداره الوقت، في اداره، يعني ده موضوع كبير جدا. هتشرح لنا كل حاجه دلوقتي. فقلت ازاي ان انا اعمل انتاج كبير بجوده عاليه. يعني مثلا احنا دلوقتي انتوا عايزين عايزه الحلقه بتاعتك تبقى ناجحه جدا، فبتعدي كويس ليها، بتظبطي مع الضيف، الاعداد، الاخراج دوت، عشان في الهدف ان انا الحلقه بتاعتي تنجح. في هدف انا رسماه في دماغي،
الهدف ده هعمله في قد ايه؟ ده احنا معانا كمان الحاجات اللي حضرتك بتعمليها وانت قاعده كده في وقت فراغك. اه دلوقتي هي معانا على الشاشه، هي موهبه، هي موهبه يعني، الحاجات بتاعت الهاند ميد دي موهبه عندي اصلا من صغيره. فاستغليت موهبتي مع دراستي، استغليت الموهبه مع الدراسه، وعملتي ماجستير فيها استغليت موهبتي مع دراستي، ان انا ازاي الحاجه اللي انا بحبها اعملها وتطلع بكفاءه عاليه. وفي ايه ده؟ دي عربيه ولا ايه؟ هي حصاله على منظر عربيه. جميله. دي حصاله على منظر عربيه، ودوت ممكن يكون منظم ميك اب كده اللي هو الاقلام. حضرتك اللي بتعمليه بقى بتنزلي تشتري الحاجات دي من تحت؟ دي شنطه، دي شنطه، دي شنطه، دي انا شفتها معاها دبوس شبهها بالظبط. اه صح. طب الدبوس انت مش مصوراه؟ لا مش مصوراه. ده ايه؟ ده بابا نويل عشان رأس السنة. خلاص احنا قربنا على رأس السنة، كل سنة وانتم طيبين. ايوه يعني ايه برضه؟ عبارة عن قطن وفوم بس كده. قطن وفوم، وممكن خيط ابيض وفوم. يعني ده دي عبارة عن ديكور. اه ديكور عشان رأس السنة، عشان شبه كريسماس. دي ايه؟ ده برطمان وده خيش. ايوه ده ايه برضه؟ البرطمان ممكن تحطي فيه دبابيس، برطمان عادي، برطمان صلصة عادي، ممكن تحطي فيه ودبابيس اقلام، اي حاجة عندك زي ديكور. تمام. ودوت كده حاجة زي لوحة كده من خافض اللسان، والورد دوت من على فكرة خيط تريكو بس، والكلمة من ورق الفوم، ممكن نكتب عليه أي كلمة أي اسم. هو ده، هي دي بتاعت مفاتيح اللي عدت دي؟ ممكن استغلها مفاتيح، ممكن استغلها مفاتيح. دي ايه دي؟ دي برضو حاجات بتتعلق في الكريسماس او اعياد الميلاد، عبارة عن فوم بس وابرة خيط. هي دي حلزون؟ حضرتك أيوة بتعملي أيوة كل ده في وقت فراغك؟ طب تنزلي تشتري الكلام ده بقى مخصوص يعني تنزلي؟ ما هو ده بقى موضوعنا، هشتري حاجه في الهاند ميد النهارده ولا ده بقى موضوعي، ان انا برضو بقى اعمل اعاده تدوير للحاجات اللي عندك. للحاجات يعني اللي حضرتك عندي. ما بتشتريش اي حاجه من بره؟ بشتري بقى حاجات بسيطه، ادعم بحاجات بسيطه يعني. انا مثلا ممكن اشوف حاجات على اليوتيوب بيعملوا مثلا، يجي يعملوا مثلا فوز او مش عارف ايه كده، بلاقي شاري ليها حاجات كتير. طب انا أيوة. فين التوفير اللي انا وفرته؟ ايوه فين اللي انا وفرت؟ انا ما عملتش حاجه جديده. ومعانا فيديو ظاهر كده على الشاشه دلوقتي عن الحاجات الجميله اللي حضرتك بتعمليها. ده ايه؟ دي كده زي إيه؟ زهريه صغنطوطه خالص تتحط ممكن جنب ابن كوبي زي أيوة كده. ايوه احنا عايزين نعرف التدعيم اللي انت حاطاه بقى يعني. التدعيم على فكره الصغننه ديت كرتونه بقره مناديل. دي نافوره. نافوره؟ نافوره عباره عن زلط، هي يعني البطل بتاعي هنا. استني انا مش شايفه في ميه. دي مش ميه. ما بطل بتاعي زلط والشمع بس. يعني اللي نازل زي ميه ده شمع. شمع. ما شاء الله. ما شاء الله. واللي بينور ده لمبه بتنور بتدي كذا اضاءه كذا لون. طب اللمبه دي انت واخداها من ايه بقى؟ ما انت كل حاجه كده انت بتقولي من البيت. والزلط ده شكلك لما من الشارع. بالظبط. بالظبط على فكره. ايوه ما انتي قلتي بقى ان انتي بتجمعي الحاجه. بجمع يا دوبك تدعيم بسيطه. مش معقول هتشتري الزبط فاكيد انت لما مش طب والالوان دي؟ ده لون الفسفوري عادي اللي هو بنحدد بالكلمات، او لون ميه. يعني ايه، مش عايزه اكلف عالي. ايوه بدور على اقل تكلفه. كل حاجه من البيت. ده قلم فسفوري يعني لونت ورقه بيضه. الابيض ده كان شمع؟ شمع مش ميه. شمع. شمع مسيحة؟ اللي هو الشمع يا جماعه بتاع اللي بيحط المسدس. مش شمع. انا عايزه اعرف بس الحاجات دي كلها بتعمليها في قد ايه؟ وحضرتك يعني انا اللي عرفته حضرتك شغاله شغل مهم جدا جدا. طب الحاجات دي امتى؟ انا بقى باجي دراستي بقى لازم تاثر عليا وانا بعمل حاجه. بعمل الوقت. اداره الوقت. ابص للحاجه ازاي بقى؟ ابص للحاجه. طب انا هعمل ديت ازاي وفي قد ايه وهتكلفني قد ايه؟ تمام. انت بحست شؤون اداريه اصلا؟ انا بحست شؤون وظيفتك بحست شؤون اداريه. يعني فهي اداره الاعمال بتقوم على ايه؟ اقل وقت، اقل جهد، اقل تكلفه. ايوه عشان اوصل للهدف اللي مطلوب مني. تمام. بانتاج كبير، جوده عاليه. انتاج كبير بجوده عاليه. بجوده عاليه. بجوده عاليه. برافو عليكي والله. والله برافو عليكي بجد. طب بترجعي من شغلك بقى تعملي الكلام ده؟ إيه على فكره انا في ورايا حاجات كتير غير كده. ما هو بقى انا بمارس هوايتي وشغلي وان انا ازاي استغل دراستي برضو. تمام. اعمل توازن بين حياتي كلها من اولها لاخرها. طب ممكن بس تقولي لنا ازاي؟
يعني مثلا انا دلوقتي برجع من شغلي ورايا بيتي، لازم اشوف هعمل ايه في بيتي، احدد لي وقت، لازم احدد وقت اللي استغله. بدل حددت الوقت صدقيني هتقدري تسيطري على الموضوع. تمام، هتقدري تسيطري جدا على الموضوع. ماشي، في وقت للعباده، ما ينفعش ان انت تنام في اليوم ده من غير ما تعبد. أيوه. من غير ما اقرا الورد بتاعي. ايوه، انا مثلا دخلت مثلا اعمل الهوايه بتاعتي، احدد لها وقت ساعتين. أيوه. ما خلصتش خلاص ما ارهقش نفسي، اقوم واشوف حاجه ثانيه. اقوم انا لسه مثلا ما صليتش العشاء. لا، هقوم اصلي، انا ما قريتش الورد بتاعي. لا، هقوم. لو قعدت اركز كل تفكيري واتجاهي في حاجه واحده، يبقى انا بقيت حياتي هتقع مني. لا، حضرتك شكل حياتك ناجحه جدا، والمنصب بتاع حضرتك جميل وناجح ما شاء الله. الحمد لله، ودراساتك كلها جميله بجد. الحمد لله. حضرتك منورانا، وانا مبسوطه جدا ان حضرتك معايا. ذوقكم، وانا والله سعيده جدا ومبسوطه بيكم قوي. يعني احنا مبسوطين بيكي اكتر. وطبعا موضوع اداره الوقت ده هيفيدنا احنا كلنا، مش ما يعني ما هو هيفيدني وهيفيدك وهيفيدها وهيفيد ما هو اداره الوقت ده. الاول لازم نعرف ايه وقت. ايه وقت؟ زمن. مقدار الزمن الساعة. ازاي استغل الوقت ده؟ ازاي استغل النص ساعة بتاعتي دي؟ هعمل فيها ايه؟ لازم اطلع منها بنتيجة ايجابية، مش نص ساعة عمالة رايحة جاية كده وخلاص. طب هو بس حضرتك بتبيعي الحاجات دي؟ على فكرة بعت اول ما عملتها. ايوه، ما هو ده بقى السؤال، يعني برضه عشان المشاهدين طبعا اكيد برضه بيسالوا نفسهم، طب الحاجات دي بتتباع ولا الحاجات دي؟ عايزه اقول لك ان انا مجرد بس ما بيشوفوها عاملاها ديكورات عندها في البيت. لا يا جماعه، هي بتبيعها، هي بتستغل برضه الوقت الفراغ بتاعها شغل تاني. ولازم اداره وقت. اداره وقت، ازاي تديري الوقت ده؟ وتستفيدي منه. واستفيد من الخامات بتاعتي. وعلى فكره انا معظم خاماتي يعني على موارد البيئه، الورد بيبقى طبيعي، زلط وخيش، خافض لسان. وابص برضو الورد والحاجات الحليات اللي انا بشتغل بيها تكلفتها قد ايه، وهتدي لي منظر جمالي عامل ازاي. ايوه، في ورده بتعملها بخيط، ورده اعملها بستان، ورده اعملها بفوم، ورده اعملها بقماش. خدت الورده خدت مني وقت قد ايه؟ في ورده ممكن تاخد منك نص ساعه، في ورده تاخد ساعه الا ربع. أيوة. لا، أيوة. انا اعمل ورده ما تكملش 15 دقيقه ما شاء الله، وتدي منظر شكله حلو. بجد انا استفدت من حضرتك جدا، وكلنا استفدنا من حضرتك جدا. وان شاء الله من تقدم لتقدم. انا كنت عايزه بقى انوه بس عن حاجه قبل ما ننسى. عايزه انوه بس عن استاذه رندا صاحبتي طبعا وحبيبتي. ممكن بس ننزل بالصوره بتاعتها استاذه رندا، هي هتظهر دلوقتي بس. حضرتك بس متحكيش علينا وتقول لنا بس على شويه حاجات كده عشان البنات عايزه تستفاد برضو. ده انا جايبه لهم اكبر افاده النهارده. استاذه رندا معانا. استاذه رندا يا جماعه عامله دوره فريده من نوعها، اول مره مش في مصر بس، يعني مش على مستوى مصر بس، على مستوى الشرق الاوسط كله، في علوم الصبغه والعنايه بالشعر. يعني هو يعتبر كورس هيجي له خبراء من بره، مش ناس من هنا. كورس كبير جدا، هيتعلموا الصبغه وهيتعلموا العنايه بالبشره. على هو يوم من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 9 بالليل، بشرح وافي ومكثف. يعني الموضوع هيبقى موضوع كبير، مش موضوع صغير، مش مجرد كورس راح تحضريه وتتفرجي وخلاص. لا، دي خبرة من بره، هم اللي هيجوا يشرحوا الكلام دوت. في حابة اعلم بقى عن اليوم، هو يوم 20/1 ان شاء الله، الواحد الجاي. الكورس ده على فكرة يا جماعة مدعم ب 250 جنيه بس اول 50 متصل ليهم عرض ب 150 جنيه بس، من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 9 بالليل. اول 50 متصل ال هيدفعوا 150 جنيه بس بدل 250. هو 250 جنيه اصلا مدعم. فالعنوان بقى ان شاء الله هيبقى فندق تيوليب في المركز الرياضي الاولمبي، قاعه المؤتمرات في المعادي. حضرتك برضو خدتينا في دوكا. معلش بس عشان صاحبتي. فانا طبعا من هنا بهنيها استاذه رندا، ربنا يوفقها يا رب ان شاء الله. ربنا يوفقها. واستاذ محمود عابدين ربنا معاه ان شاء الله برضو يوفقه ان شاء الله، وان شاء الله يكون كورس ناجح ان شاء الله. طب حضرتك بقى خدتينا بدوكا،
وفي سؤال مهم جدا 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 انا اساسا عايزه اسال حضرتك عليه لانه بيخصني انا، بيخصني انا شخصيا. اتفضلي. الهالات السوداء، انا عايزه اعالج الهالات السوداء. ده البنات كلها، كلنا كده البنات. فدلوقتي انا عايزه وصفه اعالج بيها الحاجات اللي تحت عيني دي. بصي، هو مش هيبقى علاج، هو هيبقى حاجه صح، عاده انت لازم تعمليها على طول يوميا. زي ايه كده مثلا؟ إيه انت ده بتاخديني كده وش على طول، مش عارفه يعني حاساكي مستعجله. كل البنات، انا عشان عايزه السؤال ده بجد. هو روتين يومي، مش بنقول ايه هو بيضيع. تمام. هي دي حاجه صحيه جدا انت هتعمليها. هيخفي على المدى طبعا، يعني على المواظبه. تمام. انت اي حد، اي حد بيتعالج من حاجه بياخد فتره. تمام. طبعا لازم اول حاجه نشوف الهالات دي ليه. تمام. يعني سببها ايه؟ نقص فيتامين ولا قلة نوم ولا الموبايل في عينينا على طول ولا واخدين لي بالكم يا هو بنات؟ هو فطبعا كل الاسباب اللي بتعمل كده لازم نبطلها. تمام. يعني انا مش عارفه بقى يبطل موضوع الموبايل ده ازاي، بس مش فيه ده سبب. أيوة. من ضمن الاسباب. من الاسباب برضو. طبعا. تمام. ونقص الفيتامين طبعا، يشوفوا ايه اللي عندهم ناقص برضو. تمام. طب نعمل ايه؟ طيب عشان نعمل ايه، نجيب خيار نحطه في الثلاجه. تمام. ماشي. تمام. خيار في الثلاجه. خيار في الثلاجه. تمام. وبعد كده نقطعه حلقات. تمام. لازم الخيار يكون ساقع. تمام. دي حاجه بسيطه خالص اهي. تمام. ونجيب حلقه الخيار وهي ساقعه. تمام. ونحطها على عينينا ربع ساعه مكان مكان الهالات كده. كل يوم. ولا على العين كامله؟ على العين كامله. تمام. انت ما بتحطيش اي حاجه فيها كيميكال يعني. تمام. وحاجه ثانيه، مش هيضر العين يعني، هو مش هيضرك بس هيفيدك اكتر. وترطيب اصلا. تمام. وكمان بيقلل الانتفاخات اللي حوالين العين. تمام. والشاي الاخضر برضو، الشاي الاخضر. تمام. ممتاز. نجيب باكيتات الشاي الاخضر. تمام. اي شاي اخضر نحطه في ميه سخنه. تمام. ونسيبه يبرد. تمام. ونشيل الباكيتات ديت نحطها على عينينا وهي دافيه. تمام. يعني بصي الخيار على ما نفضيش حاجه، هي بتبقى على عينينا كده زي ما هي كده. خيار ساقع. تمام. الشاي سخن عشان مش كل حاجه بقى تبقى ساقعه، ولا نروح نسخن الخيار ونحطه على عينينا. تمام. ما حضرتك قلتي وصفه المره اللي فاتت لو تفتكريها، وصفه السدر اليمني عشان تطويل الشعر. معلش احنا عايزين نعرفها تاني. في حد الوصفه بتاعت القشره والحاجات دي صح؟ القشره وتطويل الشعر. ايوه ونظافه الشعر عامه. هي بتتقل الشعر. تمام. وبتنعمه. تمام. وبتطوله. تمام. وبتشيل القشره. تمام. وبتشيل الحشرات. ايوه. الوصفه دي الامهات كتير على فكره اتصلوا بيا المره اللي فاتت عشان خاطر يعملوها. احنا بنجيب السدر اليمني من عند عطار نظيف جدا. تمام. نجيبه مطحون لو هو مش مطحون. تمام. ونحط عليه معلقتين مثلا او 4 معالق زيت جوز هند. تمام. يكون برضو زيت نظيف من مكان نظيف، اهم حاجه المكان احنا بنعمل منه. لو العطار حاجته كويسه انت تجيبي حاجات غاليه جدا مش نظيف. تمام. بدل ما نعالج نضر اكتر. تمام. 4 معالق عسل. تمام. عسل ابيض طبعا. 4 معالق. في واحده سالتني السؤال دوت، قالت لي عسل اسود ولا عسل ابيض؟ و 4 معالق زبادي. تمام. الزبادي هيطري. تمام. هيطري قوي يعني، هيطري كده، هتطري الشعر وتطوليه وتنضفيه من القشره والحشرات. احنا بنجيب السدر اليمني. تمام. بنحط الحاجات دي، بنعجنها، بنحطها على الشعر. تمام. بنحطها 4 ساعات ونبقى لابسين بونيه. تمام. بس ولو في تساقط كمان بنحط زيت ثوم وزيت جرجير على نفس الخلطه، ولا على نفس الخلطه. تمام. لو في تساقط يمنع كمان التساقط. تمام. كل الحاجات دي تتطحن على بعضها مره في الشهر. تمام. هي مره واحده في الشهر بتحطيها على شعرك 4 ساعات. ممكن استمر عليها بقى كل شهر عادي لمده كبيره. ايوه انت بتعالجي كلها حاجات طبيعيه. تمام. مفيش اي كيميكال انت اللي هتجيبيها. تمام. الكلام ده طبعا مع العنايه بالشعر. ممنوع نغسل شعرنا الشامبوهات الغالية اللي ليها أسامي في السوق. تمام. كلها صوديوم وسلفات، ولازم الشامبو اللي احنا نجيبه لازم يبقى مكتوب عليه ولا صوديوم خالص، أي كيميكال مفهوش. تمام. طبعا بيبقى في حاجات بسيطة جدا 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 مواد حافظة بس. تمام. طب نعرفها منين طيب؟ اتصلوا بيا اسألوني. مالية الدنيا على فكرة. تمام. مالية الدنيا.
حضرتك تحبي تنصحي البنات بحاجه تانية؟ يشربوا ميه كتير قوي، يرطبوا بشرتهم كويس قوي. تمام. يعني دلوقتي احنا كان بشره ترطيب، تمام، نظافه ترطيب، بشره غسول بلاش صابون يا بنات. تمام. بلاش صابون خالص. تمام. غسول على طول. لازم تشوفي بشرتك. تمام. نوعها ايه؟ تغسلي غسول مناسب للبشره. ترطيب. تمام. تشربي ميه كويس. تمام. تنامي ساعات نوم كويسه. تمام. الحاجات دي بتاثر على البشره وعلى الشعر. شعرك تغسليه بافتر كير، لازم لازم افتر كير. شكرا ليكي جدا استاذه روعه الموجي، وشكرا استاذه ولاء عزت، بجد نورتوني وكانت الحلقه جميله معاكم واستفدت كتير منكم. حلقه كانت جميله بيكي. جميله بحضرتك. انتظرونا حلقه جديده من برنامجكم جمالك مع روعه.